السيد فاضل، السيد هاشم، السيد فايز، السيد صالح، السيد احمد الرفاعي، مؤسس مكتب العصريه للتامين. سيد بسالك الحين، الشخصيات الكويتيه غير الرفاعيه اللي انت حبيتها بحياتك، غير الوالد سيد يوسف الرفاعي وغيره، اللي استانست منهم بالحياه سواء اللي توفى ولا حياه؟ اقول لك السيد بزاد اقول وعلي. لا هذا معنا جاي السيد المدخلي. اي والله منو؟ عبد الرزاق ابو هاشم؟ لا لا، اللي ولده سيد هاشم عبد الرزاق مدير الحرس الوطني. ابو علي، قاسية. ابو علي، ابو علي اللي هو زين العابدين. ها اي نعم، سيد منو كان يقعد عندك بالمكتب كله دائما؟ كان يجيني سيد سلمان. اي والله الله يرحمه، ولد خالنا سيد سلمان. كان يجيني سيد جاسم رفعي، السيد جاسم عبد القادر، السيد عبد الرفاعي، شيخ رفعي البصري، سيد انور، انور الدكتور، انور السيد يعقوب، سيد يوسف، احمد عمتنا مريم الرفاعي، سيد احمد صالح. هم كانوا احيانا هذا مال الحزب اللي هم عبد العزيز القاضي. اي نعم، هذا كان يقعدون. خالي حامد بعد الرفاعي كان يمرك سيد علي وكذا؟ لا ما يقول. بس وقت الدفتر سيارات؟ نعم اي، بس وقت التجديد. اول ما بدا التامين كم كان قيمه التامين سيد؟ 6 دنانير. 9 وصل الى 20 تقريبا. هم 7 بعد، هذا من 71 7 وصل 20، والحين راح يزيدونه لل 50. الله لا يقول. اقول سيد من هو اللي اسس التامين بالكويت؟ الشركات، اول شركه الكويت التامين منو؟ بس في قبل الكويت التامين هذه الشركات الوطنيه، قال اول شركات غير وطنيه اللي هي ضمان اللبنانيه. اي والله سمعوا يا ناس، تاريخ التامين في تامين واحد معي انيس، وايد ناس يحبون هالحكي. ضمان اللبنانيه كانت قديمه بال تاريخ التامين 50 يعني 53 54، عرفت شلون؟ هو التامين البحر، عائله البحر هي محمد عبد الرحمن البحر هي اللي الكويت التامين. هم اللي اساسا، اللي ولد عماد الله يرحمه موجود ولا توفى؟ كان واحد البحر شباب. والله هي الاهليه التامين قبل الكويت سيد؟ لا، اول وحده الكويت مالت البحر. والاهليه من حقه؟ الاهليه والله كان هم البحر كنت. لا 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 اتذكرها والله نسيتهم انا، بس اخر واحد اعرفه سليمان دلالي. ايوه كان صديقه يعني اعرفه سليمان دلالي، بعدين من راح مادي هذا كلام. فالشركات الاسلاميه اشتغلت بعدين. اي بس كلهم مبسوطين، كلهم الله يسامحهم. والله ما يشتغلون، يشتغلون عدل ينصحهم سيد. الله سكروا اغلبهم، سكروا.